أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. تراجعت أسعار الذهب اليوم أيضا مع تنامي الأمال بإمكانية تفادي توجيه ضربة أمريكية لسوريا. وفي لبنان سجل الذهب غير المصاغ الأسعار التالية: عيار 22 39 دولار و 82 سنت، عيار 21 38 دولار و 2 سنت، عيار 18 32 دولار و 62 سنت. بلغت أونصة الذهب 1345 دولار و 35 سنت، أما كيلو الذهب ف 43253 دولار. تماسكت أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن ضربة عسكرية محتملة على سوريا، فارتفع أسعار العقود الآجلة لخام برنت 25 سنت ووصل إلى 111 دولار و5 سنت للبرميل. ارتفع الخام الأمريكي 17 سنت ووصل إلى 107 دولار و56 سنت للبرميل. أصدرت جمعية المصارف تقريرها السنوي حول التطورات المالية والاقتصادية في لبنان لعام 2012، وفيه ارتفاع للدين العام الذي وصل إلى 57 مليار و700 مليون دولار، أي ما نسبته 136.8% من إجمالي الناتج المحلي، فيما أكد التقرير تراجع الحركة السياحية على نحو لافت وبالتالي تراجع الإيرادات الناتجة عنها. وتأثرت حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتراجع القطاع العقاري للسنة الثانية على التوالي. وكل هذه المؤشرات السلبية من جراء استمرار التجاذبات السياسية والتفلت الأمني في البلاد والوضع المتأزم في سوريا. كشفت دراسة أجرتها شركة يوغوف أن 80% من الشركات البريطانية تعتقد أنه على لندن البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ترك الاتحاد سيكون له تداعيات سلبية على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا. وحذرت شركات وصلت نسبتها إلى 35% أنها ستخفض نفقاتها الاستثمارية في حال تركت لندن الاتحاد، ما يهدد بمزيد من البطالة في بلاد الضباب، علما أن الشركات التي شملها المسح توظف 1.5 مليون شخص. أكثر من 62 مليار دولار هو ما أنفقته أمريكا على الإغاثة من الكوارث بين عامي 2011 و2012، وهو ما أكده مركز التقدم الأمريكي، لافتا إلى وقوع 25 كارثة طبيعية خلال هذين العامين، وتسبب كل منها بأضرار تجاوزت قيمتها مليار دولار. ولم يتضمن التقرير تكاليف الإغاثة التي قدرت بنحو 50 مليار دولار نتيجة العاصفة ساندي. هذا كل شيء ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.